الآخرين بما يفهم المجتمع أنني راجل ما ليش ذلك الصغار. ولهذا في معظم الأحيان نتكلم أن هناك أكثرية على التدخين لأنه بوابة المخدرات. لو كان يتجنبوا التدخين نتجنبوا المخدرات. أهم شوفوا يعني أن الدخان في جيبه ويحاولوا يلعبوا كمية. وبهذه الطريقة راح بالأقل يتعلم. وكاين بعض الشباب يقول له ما تروحوش للشارع، لأن الشارع بفات أن التلميذ يروح للشارع واش يسالو راه يلقى نفيق السوق. ونفيق السوق هذا واش يدير؟ واش غادي يديك المصلحة تاعك؟ واش غادي يديك الحاجة المليحة؟ وين غادي يديك الحاجة اللي فيها فايدة ليه هو؟ ومن بينها المخدرات. كما ضرب الأستاذ اللي قالنا للأمر تحدثنا عن الأمر تاع المخدرات والمخاطر تاعو. لهذا ننصحكم راكم التلاميذ تاعنا وأبنائنا. ونعتبر يعني هذا اليوم يعني مهم علاه، لأن الآفة آفة التدخين وآفة المخدرات راه تضغط على الشباب نتاعنا، وحنا بهذه الطريقة يعني رانا نحاولوا نساهموا بالقليل من الطرف نتاعنا، ونقول يعني نشوفوا أن كل الطرق والمستعملة باه نتخلصوا من المخدرات يعني صعيبة، ولكن احنا رانا نحاولوا بالتوعيه، وهذا يدخل في وقايه الشباب من تعاطي التدخين والمخدرات. من خلال هذه المناسبه النبيله نوجه رساله موجزه لاخواننا الشباب وبالاخص وللاولياء ولكل ذي مسؤوليه ان يحارب الافات الاجتماعيه بالقدر الذي اتيح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أن هذه الرسالة النبيلة التي تحارب الآفات الاجتماعية وبالأخص المخدرات والتدخين هي رسالة يحتذى بها، وهي رسالة ينبغي أن ترفع في المؤسسات التربوية وفي المساجد وفي الحصص الإعلامية مثل ما تقدمون إن شاء الله تعالى. ونشكركم على هذا المجهول وبارك الله فيكم. بالموازاة مع الاحتفال بهذا اليوم العالمي، يعني اليوم استمعنا إلى تدخلات من طرف أطباء اختصاصيين ومختصين في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية، أين تم تنظيم يعني هذه الندوة والفعالية الخاصة بتوعية الشباب حول مخاطر هذه الآفات الاجتماعية وعلى رأسها تعاطي المخدرات، أين استمعنا يعني إلى تدخلات مصالح الأمن اللي كانت حاضرة معنا، وكذا الدكتور اليمين العلام الذي قدم لنا توضيحا شاملا وكافي لمخاطر تعاطي هذه المخدرات.